اهلا وسهلا فيكم، مكملين في حلقتنا الرائعه اليوم مع ضيفتنا العزيزه الفنانه شذى حسون. اهلا وسهلا فيكي. ارحب الحقيقه، ضيوف السحور واجد اليوم، في ناس معنا هنا وفي ناس في على التليفون. الحقيقه ارحب بعازف الساكسفون الرائع الملهم وسام خصاب. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. وايضا عازف العود اهلا وسهلا صادق جعفر. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم. لنا الشرف حبيبي. وش اسوء شيء في شذى؟ اسوء شيء ما الانسان ما يكمل، مستحيل يكون انسان أيه. كامل قسما بالله. هالبنت اعرفها من فتره طويله جدا وما خليت حفله ما شاء الله ما طلعت معها حياتها، ما شفت انا ما شفت شيء انه اذتني بشيء مثلا او سمعتني كلمه مو حلوه. فأنا بالفاصل قلت لها معقوله انت؟ ايه قول لي يا فقيره. انا مو تابع، انا كل شيء اول مره. لا أنا والله طالب صراحة، فأنا أول مرة أعرف مع أروى ومع مية، قلت أنت يعني أنت يطلع منك كده مستحيل. والله لا، لأن أنا أعرفها طيبة. ظلميني ما أعرف في شيء غلط. أنا مسجينة في شيء غلط، في شيء غلط. أما الأخطاء أخطاء بسيطة يعني بشرية اللي هي عندي لا. وعندك لا. وعند الناس كلها يعني. صادق والله شبه فنانة رائعة متواضعة وجميلة والله بالعكس. أنا ما شفت أي شيء يعني سيء. والله ما أدري ما أدري. إحنا لا لا جد إحنا مو متابعين يعني. إحنا هاي الأمور الثانية يعني ما أرد أسمي الأسماء كل الفنانين المشهورين، أكو ناس يأخذ صفة عنه مثلا أنه مغرور أو شيء، وأنا لما أقعد معاه أشوفه بقمة صحيح. التواضع. طيب أقول طيب. ليش الناس يقولون؟ يقول خلص الناس طيب. شوف شيء معين وتبني عليه. خلينا نشوف شاعرنا الكبير، يمكن عنده أشياء ما عندكم. شاعرنا الكبير كريم العراقي، مساك الله بالخير. أهلا، مساك الله بالخير. رمضان كريم عليكم أستاذ علي، مشتاقين لصوتك عنا أكثر. تحية تحية لكهرمانة الغناء العراقي شذى شذى. الله يسلمك. وش تقول يوم عن شذى؟ أنا دائما أستاذ كريم أقول وش أسوأ شيء تعرفونه عن ضيفي في السحور؟ فأقول أسوأ ولا أحسن أنت اللي أنت براحتك يعني. كيف ما سمعتك زين؟ كيف أقول دائما إحنا ضيوف السحور نسألهم وش أسوأ شيء في الضيف؟ فأنت حر، يا تقول لنا أسوأ شيء في شذى أو أحسن شيء، أنت حر يعني. احسن شيء في شذى انه بدات معها بنجاح من اول اغنيه، من اغنيه اسم الله الرياضيه، ثم شاعلها، ثم كهرمانه، ثم اموت عليك. هنا كهرمانة اموت عليك. اموت عليك. اموت عليك. اموت عليك. اموت عليك اغنيه ترى عنوان اغنيه. فالشذى كل ما فيها انا اشوفها جميل، بس عندي ملاحظه واحده ما تتعلق بالملاحظات الاخرين. رفعوا لي الصوت. السلبيه اللي اقولها، كنت اتمنى ان تصور اغنيه كهرمانه. قالت لا، هي انت راي تقول لا. ما قلت لا، بعد اكو وقت ما تصور. ايوه شوف، عاده ما تصور، بس والله انا مراعي. قلت لك قبل شوي استاذ علي يحبون اصور. راح تترك اثر لانه هاي اغنيه بالذات. وش كلام كهرمانه استاذ كريم؟ الله، قلنا استاذ كريم بصوتك الجميل. كهرمانه رساله فيها اقول لك شويه منها رائعه. قل صوت لا سمح الوقت. فيها عتابه تقول قيصر مال وذراعي وكسرى. عيدها استاذ. قيصر مال وذراعي وكسرى، لحط بصور حرماني وكسرى. الله، عشت عمري على ابن وكسرى الكرامه استاذ راسي ونجمي ما غاب يا العبيب يا يابا. الله، شلونك غاتي هلا عيوني ودادة اشمح لا نهار العيد بالكرامة. الله، انا كهرمانة يا علي يا بابا ما من غريب وما يحب البلاد. الله الله الله, الله. شكرا استاذي كريم الله. العراقي على لو صورتها انا الحين خليها تغني شويه الحين ان شاء الله استاذي ان شاء الله. شكرا استاذ كريم العراقي، شكرا لتواصلك واتصالك الرائع يا الغالي. استاذ كريم كان ضيفنا في حلقه عظيمه في الماضيه، قريبا جدا وانت انسان غالي وعزيز، وان شاء الله بقول لروتانا يصورني كهرمانة. مسكينه روتانا. استاذ سالم الهندي، سمعت شو قال كريم العراقي؟ نسمع شوية كهربانة. طوب الأغاتي وهل عيوني ودادة شمح لنهار العيد بالكرادة، أنا كهربانة يا علي يا بابا وما من حبيب وما يحن البلادة. الله الله. طيب اليوم شذى وش الشيء اللي كنت تبغين تقولين في الحلقة؟ الوقت ما أسعفنا، الكلمة لك. حابة أقول شغلة واحدة، أنه جدا جدا أشوف ناس
يعني تتكلم عن الشخص او تعطي على او تصور عليه نظره معينه هو ما تعرفه او ما تتعرف ما تعرف شخصيته ما تعرف كلامه. ممكن يجي مثلا اليوم وهذا اللي قاعد يصير وياي انه انتقد جدا انا علي جدا يعني في ناس سلبيين معي كثير ظلمت بس يعني احاول اصبر على هذا الموضوع لانه اعتبر انه الله كبير والله في يوم من الايام يعني مش في يوم من الايام قاعد يبين الحقائق وكل الحقائق يعني بتبين. اتمنى من الناس السلبيين اتمنى من الناس اللي بس يدخلون حتى يسبونك او بس يدخلون حتى يقولون كلام وهم ما متعرفين على شخصك ما متعرفين على نفسك بشكل يعني واقعي او ما يعرفونك فيتكلمون بطريقه يعني وكأنك انت انسان. يعني انا مثلا اتكلم على الغرور انه انا شذى المغرورة شذى المتكبرة شذى مو زينة وطبعا هذا الشيء يدعموه فيه ناس معينين يدعموا هذا الكلام بس حتى يخربون الامج ويخربوا الصورة الحقيقية مال الانسان. فاتمنى من كل واحد وهذا رمضان الله شاهد علي وشاهد علينا وكلنا انه الواحد ما ياخذ نظرة عن الشخص الا لا يعرفها. كلنا اكيد ما نحب يعني. ناس من اول مره في ناس ما نحبهم لانه ما نحبهم بس ما مو ضروري انه نعاديهم او نسوي عليهم اشياء عرفت وانت ما تعرفهم بشكل زين. شذى حسن شكرا لك على هذا الحضور. شكرا لك انت تلبية الدعوه. الله يسلمك. شكرا لك وسام شكرا لك صادق تعتونا اليوم اسعدتونا بحضوركم. شكرا لكريم العراقي شاعرنا طبعا اشكرك جدا. شكرا لكم انتم لانكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في يا هلا. غدا ضيفنا شيخ عظيم ولطيف ورقيق وقاس حبيته وكلنا حبيناه. دائما عنده نظرة للحياة من زاوية مختلفة. غدا ضيفنا هو الشيخ بشاري العفاسي. في أمان الله.